من زمان ما صرفت فياكم. بقول لكم على السالفة هذه. هذه مرة تزوجت ولد عمها، والله رزقهم بولد، وطولوا وقعدوا فترة بعد هالولد ما جابوا شيء، تقريبا 6 إلى 7 سنوات. حصل بينهم مشاكل وطلقها، طلقها ما معاها إلا هالولد هذا. راحت طبعا لأهلها بالطائف، عمان الولد وأبوه كل فترة يمرون الطائف إذا بغى يروحون مكة ويشوفون ولدهم ويمشون. الولد صار عمره 14 وحب يثبت حق عمان أنه صار رجال. وأيضا في طبيعة الحال هذه العلاقات اللي مثلا واحد يكون أمه وأبوه منفصلين، دائما يحب يثبت لخواله بأنه عنده عزوة عنده عمان. فيوم صار عمره 14 دق عليه واحد من عمانه قال حنا جايين نبي نعتمر ونبي نمر عليك. قال يا عم العشاء والله إنه والم. يا ولد يا ولد توك، قال العشاء والم خلصت. راح الولد هذا لأمه قال يما أنا عزمت عماني وأنا طالبش 500 ريال. فراحت الأم والله حتى لو ما عندها راح تسلف عشانك. عموما عطت ولدها 500 ريال، راح وشرى الذبيحة. الذبايح قبل على 35 دينار، 38 دينار، 500 ريال يعني بهالسعر هذا. شرى الذبيحة ويوم جاء وقت العشاء وعمانه عنده في المجلس، راح المطعم يبي يجيب العشاء. قبل المطاعم ما توصل، قط الذبيحة بالمطعم والمطعم يطبخها وانت تجي بنفسك تستلمها. فيوم راح المطعم لقى المطعم مشمع، يا ولد ذبيحتي العشاء عماني هذه والله الوهقة، عمره 14 سنة. دش المطعم اللي جنبه عند يمني، يا فلان انا طالبك طلبة بذبيحة والفلوس بعدين. قال ما عندي، انا ما عندي لذبايح ناس والناس هذه تبي ذبايحها وخلاص بيجوني، يعني بعد 5 دقائق 3 دقائق بيجوني. يا فلان انا طالبك تكفى. ترجل يمني لين قال بس، قال يمني انا ما بيدي حل. شوي اللي داش المطعم شايب من اهل الطائف وسمع الولد يقول حق اليمني انا اول مرة عزم عماني وهذا اول عشاء لي، انا طالبك لا تفشلني. قال الشايب اسمع يا ولدي، انا سمعت موضوعك كله، لكن انا مسوي ذبيحتين عند هالمطعم، ذبيحة ان شاء الله بتكفيها لي وذبيحة الله عطاك اياها. الولد طار من الفرحة بعد ما ضاقت عليه سبحان من افرجها. المهم اخذ ذبيحة من ذبايح الشايب وطار العمانة وعشاهم وبشر بسعدك هذاك اليوم مستانس خلاص. عمانة اعتبروه رجال وخواله يشوفون يعني بهالعمر هذا تذبح ذبيحة وتعزم والمجلس يكون مستك، شعور جميل جدا. الولد نسى يسأل عن الشايب، رد المطعم شو اسم الشايب؟ قال اليمني ما ادري. كم رقمه؟ قال اليمني ما ادري. يا ما يصير، طيب مسجل باسم منه؟ يبي يعرف معلومات عن الشايب. الشايب طلع موصل اليمني انه ما يعطي اي معلومة لهذا الولد، عطاه الذبيحة لله. لكن اللي ساسه طيب مستحيل ينسى الجميل مهما كان، الا عاد الرد اكيد بينساه. لكن هذا الولد ساسه طيب. كبر الولد ودش الجامعة وتخرج بعدها من الجامعة، توظف باحدى مؤسسات الدولة المتعلقة بالسجون، ما ادري عاد شؤون الشؤون الاجتماعية، لكن مؤسسات الدولة بالسعودية متعلقة بالسجون. فالولد وهو موظف وعلاقته جميلة مع الموظفين ترقى وصار قريب جدا من المدير. بعدها بفترة دش عليه شايب، يعني ترى الكلام هذا بعدها أقوله ب8 سنوات 9 سنوات، دش عليه شايب. شايب هذا رغم السنوات إلا أن الولد ما نسى ملامح وجهه بتاتا. يوم دش عليه الشايب إلا والله الشايب يبكي. الولد العلم يا عم ما قال له شيء، ما كلمه، قال لنا طالبك يا ولدي، ولدي الكبير مسجون وهذه مشكلته ومشكلته دين، وأنا والله أنه هو المعيلني من بد عيالي كلهم، هو أقرب عيالي لي وهو اللي ساعدني بهالدنيا، أنا طالبك يا ولدي أنه يطلع، أنا طالبك. الولد قال ابشر بسعدك أنت وصلت خير إن شاء الله أني ماني مقصر معه. جمع ملف الولد المسجون ولد الشايب وطلع للمدير، قال حق المدير أنا سالفتي 1 2 3 مع الشايب، والشايب هذا حط بطني جميل يوم كان عمري 14 سنة، والحين نبي نحاول نطلع ولده. قال المدير حاضر. ثاني يوم المدير يوم سمع سالفة الولد يعني تأثرت فيه حين. فثاني يوم جاء الدوام ونادى الموظف هذا الولد اللي عنده اللي 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 حط بطنه الشايب جميل، فقال له اسمع أنا هالسالفة هذه أثرت فيني حين، والشايب هذا ما يستاهل إنه تنزل دمعته، هذا الرجال طيب، هذا صك معسرين ان الولد ما يقدر يدفع، وهذا امر باخراج الولد
وهذا ظرف في 20,000 ريال عطى الشايب، لعله وعسى يسكر جزء من دين ولده وبعدها عاد يقصدون الدولة بشكل جزئي، يعني بمبلغ بسيط يقدرون عليه. أخذ الولد الأوراق وطار من الفرحة وراح للشايب. يا عم تفضل هذه الأوراق وولدك إن شاء الله بعد شوي العصر عندك. قاعد يبكي الشايب من الفرحة. قال زين أنت عرفتني ولا ما؟ قال لا والله ما أعرفك يا ولدي، لكن سبحان من سخرك لي. قال الولد وسبحان من سخرك لي قبل 10 سنوات يا عم. أنا الولد اللي قعدت تبكي بمطعم اليمني وان دخلت وعطيتني ذبيحة من ذبايحك يوم كان عمري 14 سنة. الشايب انصدم ضم بعض وقعد يبكي. فعلا ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، والشيء اللي عند الله ما يضيع. يعني الشايب عطى الولد الذبيحة لله ووصل يمني إنه ما يعطي أي معلومة له، لكن اللي عند الله ما يضيع. في البعض اليوم يا جماعة لا سوى الجميل يتحقق يطالعك كذي من بعيد، يعني ترى أنا سويت بك جميل رد لي، لا ما له داعي كابتن ما له داعي. إن شاء الله إن أنت مسوي جميل بواحد معدنة طيب راح يرد لك يوم من الأيام، لكن مو تقعد تحقق وتطالع كذي من بعيد، هذا غلط هذا غلط. سوي شيء لله سبحانه. سلامتكم، خلني أروح أنا فعلا تأخرت على مراجعتي عاد. شوكم على خير، سلام عليكم.